مريم عبد العزيز، خريجة هندسة كهرباء من جامعة عجمان. اشتغلت لمدة 6 سنين في الدولة بمختلف المجالات وبمختلف الشركات. بالنسبة للتجميل عندي هواية في هذا المجال، ما يخص في المجال اللي درست فيه، بس عندي شغف يعني، فحبيت إنه نوسع هذا الشيء أنا وشريكتي. حبيت إنه نسوي شيء لنفسنا، حبيت إنه نعطي لمساتنا الخاصة اللي تخص مجال التجميل. أنا موج النعامي، خريجة صيدلة. بصراحة يعني أنا ما بحب الصيدلة أبداً، يعني أنا دخلت هالمجال رغبة من أهلي، بس يعني كان عندي هواية وشغف هالأشياء التجميلية، فلقيت شريكتي كمان نفس المجال عندها هواية فيه، فقررنا اثنيناتنا إنه نفتح هذا الصالون. استوحينا الاسم من اسمي موج ويف، واستوحينا طبعا باختيار مني ومنها، مش مني انا لحالي. اوكي، واستوحينا الديزاين للصالون من سانتوريني، لانه اصلا سانتوريني اللي هي باليونان كلها بحر وهالاشياء، فربطنا الاسم مع ديزاين الصالون نفسه، وحبينا انه المكان يكون مختلف بصراحه عن اي صالون ثاني. اغلب الصالونات معروفه بالبينك والالوان النود وهالقصص، يعني بتفوت لها بحس حالي مش يعني مش بمكان انا مسترخيه فيه، بحس يعني بقعد ساعه ساعتين بعدين بمل. فاحنا حبينا نكون مختلفين بهذا الشيء بهذا المجال. لما وصلنا لبعد 3 محاولات، من مثل ما خبرتك انه بعد 3 محاولات اللي وصلنا لهذا الديزاين، فهون اقتنعنا وربطناه بالاسم، فكان بالنسبه لنا يعني انه لما نشوف الديزاين مع الاسم مع كل شيء انه هون احنا بنحس حالنا انه انجزنا. بالنسبة للخدمات، من قبل الخدمات نحن في عنا موضوع الموظفين. الموظفين اخترناهم بعناية جدا كبيرة، حاولنا انه احنا نعمل كل التستات بكل الخدمات حتى لو كانت خدمة جدا صغيرة من قبل ما ان احنا ننقي الموظفة. حبينا انه كل شيء يكون يعني بطريقة بيرفكت بالنسبة حتى للبرودكت اللي عندنا، من اصغر برودكت لاكبر برودكت، من السيفتي لاكثر برودكت خطر. حاولنا انه احنا نجربها على نفسنا من قبل ما نجربها على الناس. بالنسبة للخدمات اللي عندنا، في عندنا طابق كامل مختص بالريلاكسيشن، يعني هو از سبا. في عندنا حمام مغربي وعندنا حمام تركي، وفي عندنا الفيشل لجميع انواع البشره، وفي عندنا المساج مع اختصاصيه مساج. بالنسبه للفيشل في عندنا دكتور رينو. طبعا دكتور رينو هو يعني براند طبي، بس بنفس الوقت نحن نستخدمه كشيء يعالج جميع مشاكل البشره، من البشره الدهنيه، البشره الجافه، حتى الانتي ايجينج، حتى التجاعيد والغلوق اللي يطلع هني، مش محتاجه تروحين تسوين عمليه وبنج والى اخره، تقدرين تجين وتسوين كذا جلسه، وطبعا انه راح تشوف النتيجه. هذه بالنسبه للفيشل. وفي عندنا طبعا كذا نوع، في عندنا الفيشل العادي والفيشل السبيشال والفيشل العميق، على حسب رغبه الزبونه طبعا، وعلى حسب الاختصاصيه هي تنصحها بالافضل لبشرتها. وعندنا خدمات الشعر كمان، من قص شعر، بروتين، صبغ شعر، العلاجات الشعر الطبيعية الأورجانيك، بلس عندنا اختصاصية شعر، هي بتحدد بتشوف شعر الزبونة شو محتاج بالضبط، وعلى أساسها بتعطيها الخدمة. حتى لو الكاستمر كانت فايتة إنه بدها شيء معين، نحن ما يعني احنا بنحترم شو بتختار الكاستمر، بس بنفس الوقت احنا عندنا اختصاصية الشعر هي بتخبرها شو الأفضل لشعرها. يعني ممكن تجيك كاستمر بدها تصبغ بس شعرها كثير تعبان على الصبغ، فبتخبرها انه انت مثلا شعرك حاليا بده علاجات، بعدين فيك تصبغي، او مثلا بدها تسحب لون من شعره، سحب اللون اللي هو البليتشنج كثير صعب على الشعر، ممكن يعني اذا الشعر تعبان شوي عادي يهر كله. فهذا الشيء احنا يعني اختصاصيه الشعر، يعني احنا نفسنا اذا قالت لنا على شيء بنعمله دايركت، لانه احنا جربناه حالنا اول. كثير جربنا اختصاصيات شعر، بس يعني لو وصلنا لاختصاصيه الشعر هي تغلبنا. بلس عندنا الاظافر، قسم الاظافر في كل انواع الاكستنشن للاظافر، الجل، المانيكير العادي،
عندنا البولي جل، الهارد جل، كل شيء عندنا. اختصاصية الأظافر يعني بيرفكت بهالأشياء، ولحد هلا كل كاستمر استقبلناه الحمد لله ما طلع من ايده الا وقال هذا يعني احسن شغل اظافر لهلا انه عمله بحياته. فكل حدا هون، كل ستاف هون يعني نقيناه بعنايه وتغلبنا لجبناه بصراحه. وعندنا الواكس، قسم الواكس تحت، اغلب الواكس اللي عم نستعمله هو للبشره الحساسه. ليش؟ يعني حتى لو كانت بشره الزبونه نورمال نستعملنا الواكس للبشرة الحساسة مشان ما يصير أي إريتيشن بالبشرة. وعنا الرموش، تركيب الرموش، وعنا الليفتينج والليمينيشن للحواجب للرموش. كمان البرودكت لكل شيء فيهم اخترناه بعناية كتير. عن جربنا هلأ يمكن 10 أنواع لو وصلنا للنوع المناسب. بالرموش عنا قسم خاص فينا، يعني هو رموش لويف بيوتي لونج عليها اللوجو تبعنا، بلس عنا اكستنشن الشعر كمان من ويف بيوتي لونج، ضامنينه 100% شعر طبيعي، وعليه يعني ضمان للكاستمر اللي بتشتري لو شو ما صار فيها ترجع لنا اياه. بلس تركيب الاكستنشن، اذا اجت كاستمر اشترت اكستنشن تركيب فري، القص فري. كمان عندنا صبغ الشعر، احنا نورمالي عنده سعر معين، مع الاكستنشن نعمله نص السعر للكاستمر اللي جايه. استشوار فري مع الاكستنشن كمان. يعني احنا بنحاول لكل كاستمر نعطيها الباكج اللي بيناسبها، مش محددين باكجات. يعني اغلب الاماكن بتحدد عندك كذا وكذا وكذا بهالسعر، احنا مو محددين، احنا بنشوف شو احتياج الكاستمر، بنركز على النيدز تبع الكاستمر، بعدين بنحدد الباكج اللي بيناسبها هي. خططنا من البداية أن ننتشر في كل إمارات الدولة، والحين بدينا في أول فرع لنا في إمارة عجمان، وبإذن الله راح ننتشر بباقي إمارات الدولة، ومن بعد كذي نبي ننتشر في الخليج وإن شاء الله عالميا. صراحة نصيحتي الشخصية أنا، إذا الشخص مو حاس حاله بالمجال لا يعافر فيه، لا يحاول كل مرة يضغط على حاله ويكمل. لاقي المجال اللي أنت حاس حالك فيه راح تبدع فيه. صراحة أنا نصيحتي التأني في العمل. يعني لو فتحت مشروع وانت مش راضي عنه لا تكمله لين ما توصل للنتيجة اللي ترضيك 100%. الوقت ما عليه، كله بيتعوض، بس اهم شيء التأني لين ما توصل حق النتيجة اللي انت حابها، اللي بمخيلتك، اللي انت راسمها، عشان لما تفتتح المكان تكون راضي عنه. صح. طبعا بالبداية نحب نشكر حكام الدولة على الفرصة الكبيرة اللي عطونا اياها، عشان نحن يعني نروح حق المجال اللي نحبه أو نمارس هواياتنا بشكل جداً مريح، وبشكل يعني يخلينا نحن نكون راضين عن النتيجة اللي نحن وصلنا لها. طبعاً كل شيء نحن وصلنا له بسبب الأمن والأمان اللي موجود في الدولة، اللي خلانا نوثق بقدراتنا، واللي خلانا نطور مهاراتنا في الشيء اللي نحن حابينه لين ما نوصل لهالنتيجة. مكاننا احنا بعجمان الراشدية 1، مقابل ابراج الخور، مبنى الشعالي جروب، شاب رقم 5، شاب نمبر 5. بالنسبة للتواصل في عندنا صفحتنا في الانستغرام wavebeautylounge.ae، وبالنسبة لارقام التواصل راح تكون اسفل الشاشة.